التمييز خليجيا خليجيا يجيب لنا قرار من الحكومة يجيب لنا قرار من الحكومة احنا نمشي بيه غصبا على روسنا. يلا احتوا 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 جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شي من قرار بدون حكومة ماشي. قطعوا عنا الماي ليش؟ قطعتوا الكهرباء والماي ليش قطعونا علينا؟ ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شي وقاعدين مو بحلال الدولة ولا بحلال الدولة قاعدين بحلال العالم ده ما بايعين الرجال ما بايع. ليش زينونا ليش زينونا بالقوة ليش يلا ما حد يجر ماي والله العظيم وبوري والله بوري ما حد يتجاوز عن ماي والله العظيم ما طبن ما لا ما طبن ما طبن قلت لك ما طبن طب جو اخي الله يخليك لا لا اخوي لا ما راجع ذاك القسم وذيك العتبه روحي له لا لا ما قاعد والله ما قلت لك انا هاتيك لا متسمين ما يدنا والله العظيم بالطابوقه والله العظيم بالطابوقه خلي يقطعها منك وانفتح ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير حلال هذا مو وظيفه حلال تدرون مو وظيفه حلال هذا والله العظيم مو وظيفه حلال ولا تمشون بها حلال ولا تاكلون عيشتكم حلال ما دومتم تغصبون ان المسلم ما قاعد شيء ما مسوي شيء ما مسوي شيء معتدين عليكم قاعدين بحلالكم حلال دوله قلوا لي يا اهل قاعدين بحلال دوله احنا ليش انت قاعد تضبط قطعة الكهرباء مالتكم؟ مو مالت العتبة هي. شو صرتوا افتراس تفترون على العالم؟ اراجع العتبة ارجع العتبة، العتبة هاي ام التوقيع؟ التوقع هالقيادة؟ ها؟ الكلام فساد؟ لا تفتحون عليك بواب والله العظيم ما تنسى. ما قبل الحسين هيجي. هذا بيت ماي. لا لا منفذ علينا قطع علينا الماي. قطع علينا الماي ليش؟